بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات تكازنو الألعاب في عودة مرة أخرى للبرنامج الأقوى والأضخم والأحلى في رمضان. سيبك من المسلسلات، سيبك من الإعلانات، سيبك من أي حاجة، لأن النهاردة أولى حلقاتنا وضيوفنا العظام الجمال منورنا حبيبي. عاطي حبيبي نور الدنيا وعبد الرحمن محمد منور الدنيا اخويا المحترم. لا انا حاسس ان في ادب وحلاوه كده وروح حلوه انا في رمضان بتسلسل في العادي صح. خرجوني بس خرجوني كده اصور وهرجعوني تاني اول بس معايا الساعه بس طلعنا واحد مكان على طول حطينا عربياته عربياته ومنحدراته وبتاع حد ما تقدر تحت الراجل. لا يا باشا لا الدنيا باديه حلوه ويعني عاطي عامل حسابه الراجل وقايل له طبعا ان معانا الحكم المحترم العظيم النزيه الشريف الطويل الراجل اللي قاعد قدامنا. انا خايف استاذ عمر خالد. انا لاول مره في حياتي في اي تصوير ابقى خايف. كروتك معاك مش هعرف استخدمها. خلي بالك انا شغلانتي ان انا برازي اللي ورا الكاميرا ما انا عارف ولا كنت في بهاء عبره. فالحلقه ممكن تروح لحته الاول مره في كل المواسم ان مفيش حد يكسب ان احنا نبقى بالماينس او اسم المعادي بس نيجي نلمنا كلنا بس فين هنشوفه. مش هشرح لك لان انت راجل قديم وجيت قبل كده. خلينا نشرح لعاطي المسابقه بسيطه جدا. اللي يجيب 10 الاول يكسب. الفوره من 10 ماشي اه كده ابدا بدي دايما. يجيب 10 الاول يكسب دي مش نظم اي قله ادب اي حاجه. الراجل ده بيماينس الراجل ده الحكم المحترم. الراجل ده تبدو على الهيبه يا حاج. الراجل حاج اه هو مش عاجبه حاجه جربه يا دكتور كده. طيب هو هو بيجي قرفان انت فاهم الموسم اللي فات. أيوة لا بس جميل والله. بكل بساطه اسئله افلام مسلسلات اغاني معلومات عامه اعلام فقرات جديده ممكن يخترعها في اي وقت بدماغه هو حر. جاهزين يا باشا؟ جاهز توكلنا على الله. جاهز جاهز يا باشا. لو انتوا جاهزين لموسم قوي جدا من الحلقات يلا بينا نخش نتفرج. اعملوا لايكات يا جماعه اشتركوا في القناه. لينكات عاطي وعبد الرحمن محمد موجوده تحت في الديسكريبشن بصوا بس عليهم. وبفكركم لو عايزين انتوا كمان تلعبوا كازنو الالعاب لاول مره خشوا اشتروها من اللينك اللي في الديسكريبشن. هاتوا الجرس موجود هاتوا كل الالعاب موجوده والعبوا انتوا واصحابكم. ويلا بينا نخش على الحلقه. هبعت لكم هدايا كل واحد في المغرب. ليه قلت لهم ان هم يشتركوا عندك ويبصوا عندي يعني ما اقدرش اكتر حاجه عايزك اه ما اعرفش الاسعار الناحيه الثانيه ايه برضه يعني عارف عارف ان كانوا عنده بصوا هو عندي اوريدي يعني شو لازم يشتركوا يبصوا بس انا الله بصوا كده شوفوا القي نظره اجعك اه بص بص دخلنا. طب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استفتحنا قشطه باذن الله في الموسم ده ان شاء الله خير. يعني كنت اتمنى البدايه تبقى اهدى من ما تبص لي انت بتبص لي بتقلق. لا 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 تمام هتتعصب منه تمنيصني مش هتبتديها في اول موسم كده ممكن يضربني. لا لا ان شاء الله ان شاء الله ما توصلش كده. هي ممكن توصل بس ان شاء الله ورد اتمنى ما تكفش عليك. طبعا برحب بيك استاذ عبد الرحمن راجل محترم. شكرا استاذ عمر. برحب بيك استاذ عاطي راجل محترم هروسي واحييك على فيلم الحريفه. والله العظيم دم خفيف. لا تسيف فنان محترم. لا 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 فنان محترم عالي قوي قوي فنان محترم. شكرا شكرا. لا لا وكمان تغيره كشخصيه بقى اوسخ بعد ما عجبني بقى بيتغر على جمهوره. امبارح ما بيردش على زباله باشا. انا اعتذر لي امبارح قال لي طالع مع لميس الحديدي ده مبدئيا كده بس لا بس يعني بس طيب تحب تحب انا مكلمك عشان كده صح؟ اه مكلمك عشان تقول له طب انت هتعمل النهارده يعني فاهم؟ اه يعني زي مثلا بقى مع عمرو السلامه بقول كده بكلم واحد يقول لي طب انت فين؟ انا والله مع عمرو السلامه مش عارف مش فاضي. اه بحب الموضوع ده مع انك مش فاضي ابرك مش فاضي بس ابرك بالظبط. لا وانا اللي مكلمه انا اللي بادئ محادثه انت عايز تحكي عامل ايه؟ لا بس انا بصراحه اقول في حقه انا ببتسم بيه بيرد عليه على طول. ممكن بقى عشان انت راجل صارم مع تاني فيلم خلاص الحق. انت لو خدت بطوله مطلقه هتعمل لي بلوك احنا في رمضان هو هيجي بقى يلعب معانا كاس الالعاب والاكس ده. لا هيبقى لو هيبقى فيها يعني لما هتعلى هتنسانا زي بعض النجوم. لا ليك فضيحه جنسيه. لا هيبقى في في عيد ميلاد في عيد ميلاد منه فضل ما بيخلصش لغايه دلوقتي ده يبقى منه فضل شغال نكمل معانا يا زول 52 احنا في رمضان احنا في رمضان فتحنا عنا باذن الله وربنا ده حلو قوي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمات المعكوسه باشا قبل بس الكلمات المعكوسه بص انا مش مسؤول الايد دي لو نزلت على ايدي انا هدغدغ. ايوه انا بفهم لك وبعدين لابس خواتم اي ما هي دي النقطه. انا بقول لك يعني هتستخدم اليمين ولا الشمال انت؟ انا شوال.
اصلا. طب يعني كده اريح لك. طيب وانت باشا بايدك اليمين كالعادة. طيب جاهزين؟ عارف الكلمات المعكوسه؟ اه. وانت عارف الكلمات المعكوسه؟ طبعا انا مش محتاج اقول لك انت عقليتك عامله ازاي فيها فاخير ان شاء الله. طيب لا حول ولا قوه الا بالله. ت ده كويس قوي. ت لام ي الف ميم عين ت مربوطه ف ر غين. المدلع. غرفة العمليات. صح. الله. ايوه انا قريت عمليات بس ما اعرفش ايه اللي ولا والله والله جت كده. صح. لا لا ده انت الله اكبر عليك. والله في ايه ده؟ الجمله معكوسه. انا مش عارف هي اسمها الكلمات المعكوسه. انت غيرت الموسم. اسمها الكلمات يعني هو ده. ايوه هي كلمات معكوسه. تمام. لا تمام حقك حقك. الحاجه اللي جايه دي اوصفها وانت قول لي بقى يعني هي اكله مبدئيا. انا هوصف اكله يعني وانت قول لي هي عباره عن ايه. ماشي. هي نوع من انواع الاسماك فما هي عامه؟ انا خلصت. اسماك اكل ولا اسماك صحيح. في البحر؟ لا اكل حاجه بتاكلها. سمك؟ من الاسماك. سمك كبيره ولا صغيره؟ موزه. تصدق والله على حسب معلومتي هي على حسب الوزن كبيرة. يعني حسب الوزن بعد التلج. والله ما فاكر عشان ما اقولكش معلومه انت ممكن تهد بفيا. بس خلي بالك انا الحاجات دي انا مره قلت له شيف قال لي لا طباخ. الله استفتحنا عنب في الموسم ان شاء الله. طب ايه يا عم؟ طب ايه انا بحكي له حاجه انا ما غلطتش فيك؟ طيب كل موسم نفس القصه. انا بحكي له حاجه عشان يفهم عقليتك الشرسه. ماشي. انا وانا بشرح اعرف بس هو عمل ايه. لا اعرف عادي. مفيش زي لا مفيش. قال لي يا باشا واحد بيطفح الناس. انت ما انتش تاخد الانذار ده. هو نفسه مش فاهم. كلمه بقى لنا اربع مواسم اي ضيف يجي يقوله نفس القصه. شكوى انا زهقت والله. انا ما بحب الشكوى بقى. طيب بس استهل بصراحه. طلع صراحه انا بشتكي لك. اه باكل عيش. انا بشتكي لك يا صاحبي. باكل عيش والله. هيجي علينا قدام اقسم بالله كمان. انت هيتعود عليك وهي هبقى انا كسبته. تمام صح. هو بيتكلم صح. ماشي. ده خرجتوني في سياق انا مش فاهمه. طيب السمكه كبيره ولا صغنططه؟ ما اعرفش. تتعمل سنجاري؟ لا. ماشي. تتعمل مقلي؟ لا. متأكدين ان هي سمكة؟ سمكة مش سمكة. مش اسم سي فود. مش حاجة في البحر. لا سمكة بس هي في البحر. انا فاهم. مش 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 الحاجة اللي بره. سمكة فيش. لا مش لا. مش جمبري. مش لا. انا مفيش تسهيل اكتر من كده. بيقول لك سمكة في البحر. تسهيل اكتر من كده ايه؟ وحاجة درجة. جدا. بولتي؟ ماينس. انا كنت حاسس بولتي ولما قال مقلي قلت لا. ماشي. بس هي درجة فعلا. بس هي درجة. حاجة بنفس الحرف؟ لا شايف. يبقى بوري. كان عايز يقول بوري. هو قال اصلا لما ده الصعود السيع. انت ممكن حقك تاني. وبوضح لكم كالعاده انت اكيد حافظ بس انت اكيد مش عارف. ده حرامي. ده حرامي بتقولها من الموسم. وانا لما اشتكي واقول له نفس بس انت تقول عليا حرامي كل حلقه. ايه طيب ما احنا عايزين. انا ممكن اسهل بس هتبقى التسهيله اللي هقوله متوقف على عنصر السرعه عندكم. سمكه بالسين؟ لا لا. قول له طب ان ما ينفعش. مش هينفع اقولها. مش قادر. رفع ايده. رفع ايده خلاص. انزل على الجرس. لا مش هحط ايدي. ما بتحفظ جازفش. ماشي. ها. طب السمكه دي مكونه من اربع حروف. ها. تونه. صح. ايه ده؟ طب ما تقول حاجه عنيده يا اخي. يا اخي. حاجه عنيده. بعدين سمكه التونه كبيره. وعنيده. لا مؤاخذه فيه. طب انا ما كنت قلت لك ان التونه كبيره كنت هتجيبها؟ ايوه. طب ايه السمكه الثانيه اللي بتبقى كبيره غير التونه؟ القرش. برافو عليك. ماشي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اسمع اغنيه للفنان. اهدى. ايه لا بص. صح صح. انا فهمت. ايدك تحت. ماشي ماشي. اخلص. صح. عايز تسبق وتدي. انت حر ما تجازفش. ماشي. بقول لك عشان بحبك بس عشان ايه مش ضامنين ان ممكن يحصل بعد حاجه. الحلقه الجايه اجي لك بسلاسل يا باشا. لا لا على فكره القصه مش بالسلاسل. وهطول ده قصه ان ممكن تعمل عليا حلقه بعد كده. فرق 100 كيلو يعني في حاجات كتير قوي تكسب. خلاص عادي. اخر حاجه الفضه. اشغل منها الفضه. ممكن تجيب اغنيه زي سنوب دوج برضه يا بنت. نازل ايدك. طيب عايز اسمع اغنيه للفنان محمد عدويه. انا كده اللي دوست. محمد عدويه. اتفضل. ده الصغير محمد عدويه اللي قال. محمد عدويه اللي قال ايه؟ مسافر وفاكر صحابك زمان. لحظه واحده. هي الاغنيه دي اصلا بتاعته؟ ايوه ايوه. مسافر وسايب صحابك. لا هو عدويه. ماينس. عدويه. انا قلت مش محمد. ده محمد. ده محمد. انا قلت محمد. هو محمد. انت جبت احمد. محمد والله. ماينس لمروان. انا غنيت من الهرش. لكان الحب عمره باختيار نار. صح. ده كان قدر. صح. صح صح
صح مش لايق عليك تالنت تغني طبعا بس لا بس الراجل اندمج ودخل في المنظومه ودي حاجه بس انت متاكد عشان ده الصغير انا براجع مع مهاب كانت اسطوره مش الكبير يعني اقول لك اصل طيب الجمله اللي جايه دي تقول لي من فيلم ايه ماشي الشمس ما تحرقش مؤمن ابدا فيلم ايه وانت راجل فنان محطه مصر صح اجابه صحيحه محترمه خلي بالك هم زمايل هو كريم خصم كريم كريم سقى حلمي على طول كريم سقى حلمي الاربعه ده فجاه كده بدون اي حاجه سيفا 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 عشان قلنا يوسف يبقى طيب اعلى جبل في افريقيا ودي معلومات عامه بيتواجد في دوله ايه والله كنت عارف ليها علاقه بالديانات صح ها ليها علاقه بالديانات عشان في رمضان يعني لا يعني قصدي الديانات اللي هنا مش في افريقيا افريقيا ايه ماشي انا فاهمه عايز ايه اعلى جبل في افريقيا بيتواجد بس دي مش في افريقيا يا استاذ مروان ايوه بالظبط دي في اسيا اللي انت عايز تقولها ماشي يلا لا ما احنا بعيد احنا طب تدينا حاجه تانية كده شوف المكيب كده دوله بتبدا بحرف الت تنزانيا صح والله ياه طب جبل ايه هو لا ما اعرف خلاص انا اسم كده احرق اول معلومه عن تنزانيا ضايقنيش شوف ده احرق طيب النتيجه اصبحت 2 استاذ عبد العاطي 2 استاذ عبد الرحمن ماينس 2 مروان حلو ت مربوطه الكلمات المعكوسه مره اخرى ت مربوطه ر ا ت س سناره ماينس ستاره صح لا مفيش صاد اتقلب مفيش صاد صحيح صح ولا في نون خلاص انا اول الموسم ببقى محتاج اترج كده خش بعد كده على حلقاتها تلاقيني ورور الاكله اللي جايه هي اكله بتتعمل في عيش بلدي حوشي صح لا يا جدعان ايه ده انتوا ده مشهوره اصل انا هتفرج على الاكل من قاعد يعني مش جت شوير يعني اكيد عندي معلومات عن الاكل يعني مش محشي قطن طلعوا اذكى مما توقعت بكتير انا بعيد قوي هوريك صوره من فيلم وعايز الاغنيه اللي في المشهد ده تمام حلو اتفضل انا مش هخاف المره دي رغم من عمري سنين وشهور في الخوف شيء منطقي ده انت اوصل لك حتى لو انا كنت عايز الدخله دي ما تعجنش بعد كده ماشي مش عايز دايما اقول رغم عمري سنين وشهور يعني عامل هاكي وعامل الرقم من اصل مين اللي كاتب حاجه عاديه جدا طيب بس كده هو الاباني بس عمري سنين وشهور يا كابتن والله هاني رمزي في فيلم عايز حقي عايز حقي كان اسمه ايه؟ صبر صح بيع صبر كنت عاوز بيع طيب السؤال ال هقول لكم حاجه تقولوا صح ولا غلط تمام دي لاول مره تحصل يعني حلو هل يمكن رؤيه سور الصين العظيم من سطح القمر صح ده صحيح ما كانش هرزع بقى ما هي صح يا غلط لو مش صح ما كانش هيبقى سؤال اصلا يعني اللي هو اقول لك لا والله انا ممكن اقول لك غلط عادي كلها زي بعضيها طيب النتيجه اصبحت حلو. 4 استاذ عبد العاطي 3 استاذ عبد الرحمن الله ماينس 1 مروان برافو عليك بتقدم انا والله. جبت 2 دلوقتي مين احنا قاعدين بجد انت حرامي بجد عامل على ساعتي طيب ولا لا خلاص الكلمات المعكوسه مره اخرى نقطه ضعف كاف ي ب الف ب ش شبابيك صح ايوه المشروب اللي جاي هو مشروب شتوي فما هو اتفضل معلش عاطي عايز اطلع بصباعي شوب شتوي 5 4 في 2 براحتك 3 هيقول لي ده هقول له 2 حمص الشاب صح يا كنت اقول الثاني تقول سوبيا كنت اقول سحلب اصلا وانا اول سوبيا شتوي فين في سحلب انت في حاجه يا استاذ في حاجه مع يا عم انا قلت حمص الشاب انسى اللي بقوله بقى بس عم الهرتقه دي عم الناس بالظبط جدع كده مظبوط ادخل الكلمه التاليه في اغنيه مشهوره تمام حلو جدا اسكندراني انت بتعمل كده انا فقفشت 4 تلاتة يا واد يا اسكندراني صح مين اللي بيغني يا اسكندراني مصطفى قمر صح كنت مستنيك تتجلي عشان اقولها الصراحه لا كان معايا اغنيه ثانيه مش هقولها بقى عشان تسجل تاني اسم سيد رجب في مسلسل لعبه نيوتن ما هو؟ انا محتاج بقى ايه يا اسطى استاذ تامر مرسي على التليفون مثلا اشمعنى كان مميز يعني
حاجه هو كان حاجه حاف مش الحاج هو كان ابو فراج مش حد حاجه حاف من غير الف ولام غير الضيوف حاجه الضيوف يعني ده اللي من غير الف ولام وحجوجه برضه صحيح ليه عملت كده ينفع امتنع ولا خلاص خمسه هيتمنيس رجب غلط طبعا انا شاكك في حاجه تانية دوس لا انا خايف دوس يا عم دوس خلص دوس نورس كنوفان طبعا بدر صح ايه ده والله كل دماغي عايز اقول ايه ده واحد صاحبه اسمه الحاج بدر عايز اكلمه مثلث برمودا ده كويس موجود في المحيط الايه الجهل يا الله والله عيب 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 الواحد فيه ده ايدك تحت لو مش هتدوس ايدك تحت ما تستعبطليش الهادي هو الهادي انت اللي هادي وجميل اشكرك ماينس وانت قلت انا هو الهادي انا ما انا شكيت يبقى امن هو الراجل بقى مع واحد مش الهادي معاكوا ثلاثه كمان عرضنا النهارده ايوه تيجي انا وانت كل واحد يضرب واحده ماشي ويا مانياس يا جانجي انت بتتكلم عن اللعبه ماشي يعني كل واحد يخبط واحده هو فاضل ايه هو قال الهادي فاضل المحيط الاطلسي ماشي والمحيط الهندي فتاخد الاطلسي ولا اخد الهندي حاسس ان عشان الايس كاب وكده ميال اكتر للهندي خش على الهندي قد انت كده الاطلسي المحيط الاطلسي صح شفت بقى ان انا كنت مش باخد بخمك حصل النتيجه اصبحت 3 عبد العاطي حلو 2 عبد الرحمن 4 مروان ايه ده طب انا مجنون فجاه بص كان نيجاتيف 1 يا جدعان انت 5-4 ما تقولش النتيجه كتير شكله هيتغاب عليا يعني سيبها لحد الاخر طيب الكلمات المعكوسه مره اخرى ونقول الله ماشي ره يه ماشي زين ثاني فين الالف فين كروتك واو ف فوزي صح اشكرك خليك اقعد اسال انا فين وبتاع وهو هيجي ما تبع معانا الاستاذ جلال عامر معاك اللغه العربيه اللي قاعد بجد نضاره قلب الدنيا طيب السؤال اللي جاي هو وصف وصعب نوع من انواع الخضره ده هنتفشخ فيه ده وبتحط على مثلا سلطه تنقنق فيه كده ولونه اخضر وهو جرجير صح طب مش صعب ليه قلت صعب ما فيش حاجه بتتحط على انا في جرجير مين بينقنق ليه طيب ليه بحبه ماينس لمروان صح ليه يا اسطى انا عملت ايه طيب انا عملت ايه طيب عارف مش انت عملت ايه انا كده ماينسين كده حاجه بعمله ايوه انت غلطت ايوه انا عملت ايه كده طيب منتهى الحكمه يا ريس منتهى الحكمه يا ريس بجد والله طب قول لي انا ماينستك عشان كذا انت قول لي انا ماينستك هتسمع اسمع هتسمع ولا اديك الاحمر اسمع ورجعها للصفر اسمع يبقى اهدى قول بقى. عايز اسمع طب انت دلوقتي انا بقول السؤال هو ده اللي بتبجح ولا بجح عبد الرحمن بجح ولا ما بجحش بطني الزملاء في الاستوديو بجح ولا ما بجحش اسمع بصوت عالي بجح يعني انا بجحت اخد انذار وقال لك كلمات معكوسه تقول لي هي يا اسطى ما تخلي فيه توازن كلمات معكوسه قربتك انت اتحمقت كده كلمات معكوسه والله العظيم ده افترا مالكش دعوه والله افترا انا شايفك في منتهى الحكمه الله يكرمك جدا جدا والله عايز اسمع اغنيه للفنانه نانسي عجرم مفيش حاجه تيجي كده واهدى حبيبي كده وارجع زي زمان بغني الاغنيه بتعمل لي كروت ايه بس كروت طيب خلاص الفنان غريب محمود كان اسمه ايه في فيلم بوحه مين غريب محمود اصلا مش قصته اعتقد فالنتين صح بس طبعا انا زعلان قوي انا بحافظ فيلم بوحه اعتقد فالنتين وانا مش هيسال على حد تاني هيسال بص الضبع يعني بفهمك هوريكم علم وتقولوا لي هو علم دوله ايه تمام تريك في العلم لا خالص ان شاء الله ابل دمت ايه دوت طبعا العلم ده لدولة ايه؟ سي ماينس دي حاجة فيتنام صح ايوه انا ماشي خاطئ يعني بقول من اعلى ونعلى لازم نطاطي الترزيه بتعمله اللي بوظ الحاجة والكلمات المعكوسة مرة اخرى يلا ماشي ح الف ت ف ميم متحف
ماينس مفتاح صح يا عيب عليك عيب عليك عيب عليك فشخ اعمل ايه طيب لا وبياخدها معاها ماينس ولا ايه على طول ده خد بالك الموضوع ده بقى لنا 3 ادوار ماينس بلس انا لا انا حاسس ان انا رخم بصراحه يعني المفروض حاسس ان تديني بالقلم وبتجاوب حاسس ان المفروض اسال عمر على الواجب مثلا بعد ما نخلص طب انا عندي حاجه في دماغي زي طاقه صوت حلقه خاصه ما بعرفش بس عايزنا العيله دي بعيده يعني عايز حروف بتطير ما بتتجمعش بخش مخي طايره كده بس كارثه من هو الشخص الذي يقوم ببيع هيك اسمها ايه التوابل عطار صح بس انت كنت هتقول ايه كنت هقول خلاص لا لا انا عايز اعرف بالله عليك عشان انت كنت هتقول انا هقول الراجل اللي بيساعدني اصل انا حافظه اصل انا حافظه كنت هتاجي انت تقول يا مروان خلاص انا عديت لا لا انا عايز اعرف انا الراجل بتاع الهايبر انا عايز اعرف بتاع الهايبر اللي بقى يلا انا معاك اهو يلا اقول محمود مثلا العطار الشخصي بتاعه يلا حبيبي تبال التبال تبال تبال منطق مع توابل يبقى تبال صح في مسلسل بالطو شفتوه شفناه اسم القرية اللي عاطف راح فيها الوحدة الصحية كان ايه؟ طرشوخ الليف صح اشكرك يا ابن اللعيبة اشكرك طرشوخ الليف؟ اه يا ابني وفاكرها؟ انا بقى كان عشان السبب ان انا كنت اقول 100 بزو ده عشان اهداف شخصية مش عشان المسلسل ده عشان حاجة هدمهك اسألني ليه؟ كنت متأكد يعني هو بيدوس قلت يا ابن اللعيبة جبت ال 100 كان يحط لي بطة في المسلسل محدش عارف يلوم القرية اسمها كده راجع للخريطة في خالص عارف قلت 99 بالظبط حاسب قبل اللي مختلفه دي في ال طيب اسم السيده ام كلثوم الحقيقي ما هو صعب قوي ده هويده سجل من مدرسه الالعاب هويده انا مدرسه انت قلت ايه هويده دوس هي اسمها هيبقى عكس شكلها خالص مثلا اسمها نهال مثلا حاجه يعني ملهاش علاقه بام كلثوم دي خالص يعني ام كلثوم ده في الشغل في الشغل انجي اسمها تخيل تخيل بلوت تويست لا لا انا تمام لا ما بعيد عندنا باشا حتى الاغنيه اللي حماية قال فيها مش عارف ايه انت عارف الاغنيه دي بتاعت ولا اي كلام في اغاني الف حبيبتي وكفه مش عارف ايه حماي قال لك زويل وسومه والعندليب انا كل ده فاكر انه قصده على سومه اللي كانت بتغني بتاعت اجدع صحاب اصلا اسم ام كلثوم الحقيقي ايه والله انا ما جربناش ريتاج خالص محدش عارف جرب صحيح محدش شافنا طب انا ممكن لسه بتمينس كنت عايز اجرب بس طيب خمسه لا لا مش هو لو معلش لا لا ما حدش جاوب خلاص اربعه عدي خلاص فاطمه عادي قريبه من هويده على فكره نفس النتيجه اصبحت كنت شايفه بريتاج اكتر 3 مروان 5 عبد العاطي 6 عبد الرحمن حلو قوي هي الكلمات المعكوسه مره اخرى وما تشتمش طه الف ر قاف سين صراط ايه يعني ايه صراط ماينس سقراط صح لا يا جدعان لا يا صدق والله يا جدعان ده بيجيبوه يا جدعان كده غلط كده غلط انت بتسقط حروف انا مش هجاوب على كذا الكلمات اللي معروفه لحد اخر الجيم لا انا لو ما جاوبتش مش عارف يجاوب خلاص انا مش هجاوب الاربعه الاخرين ما قلتش مش هيعرف يقول تسالهاش تاني ده بيزود حرف كل مره يزود حرف تسالهاش تاني عشان مشاعر الزملاء كل مره بيزود حرف تسالهاش تاني عشان مشاعر الزملاء واحد واحد مش عارفها واحد سايب لها 100 مله وبتاع خلاص والله العظيم انت جبت النهايه انا مخصمها انا ما مشيتش معاك الاول ايوه والمتقاطعه بقى بالمره ما تمانيش من كلماتي خلاص خلاص طيب الحاجه دي بتستخدم ان هي تخلي الجو ساقع فما هي تكييف صح حط لي كلمه حط لي كلمة تعيط دي خبلانة في أغنية مشهورة خبلانة خمسة خبلانة أو سطلانة خبلانة لنا ماينس مش هي دي ماينس أنا واحدة كمان تقولي دم بعد إذنك مبهزر مش هي دي ما فيهاش خبلانة أصلا بس لا تبقى فيها غير حاجة زي كده يعني والمصحف مبهزر مين هيقول خبلانة دي عبد المطلب يعني ما خلاص مش هي دي خير الدنيا يعني ما فيهاش خبلانة بالله عليك وما تقاوحش كتير أنت بتقاوح عايز افتكر كفايه كده نطلع على الخبلاء نسولها مش مثلا مش
مش منطقة صح؟ أم كلثوم؟ طيب مبدئيا أنا هسهلها ماشي. هي أغنية لأبو الليف. آه آه بس أنا والله لأسيبها غنوة وما مش عارف. خمسة دول 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 خملانة اللي راسه تعبانة. بس قلت لك والله غنوة هلعب لعبة غنوة مش عارف. انا ما بطلعش انا باخد نقطة وانزل نقطة. انت دلوقتي عبد القادر ما تحركش النيل ما تحركش. طيب ايه صحيح ايه اللي حصل؟ اضحك 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 حلوة اضحك. مفيش اي نوع من الحزم عادي عادي. قسم بالله كان اداني كارت احمر قسم بالله. لكن التعامل غير. هنرسم او هنكتب اتوبيس كومبلي. اه تحفه. ولد ولد ثانيه واحده انت مديني قلم مش شغال. خد ممكن قلم مش حبر عشان انا بكتب كده. هات هات يا باشا. خد يا باشا محترم والله. خد يا باشا. شكرا. ولد بنت ماشي جماد. او انا حطيتهم كده مغصى. ايوه لا صح يا باشا. جماد ماشي. حيوان. اشكرك على صوته فيها قوي. نبات او اكله او فاكهه. يعني ايه يعني؟ يعني حاجه من الثلاثه. انا راضي. نبات نبات او اكله او فاكهه. يلا لازم في قمه الحكمه. بلد 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 كده معانا كام؟ 3 وقلنا 6. والحرف هو ماشي. انت في جو غش يا رجاله. لا لا نحترم نفسنا احنا في رمضان. والحرف هو حرف الشين. 10 9 يا نهار اسود. 8 اتوبيس كوبلي. دوس ساعه جرس. يا نهار اسود. هات الورقه يا باشا. هات الورقه يا استاذ. ازاي يعني؟ هات الورقه يا حبيبي. انا اسف انا اصلا قوي ضايع. بس انا برميها. لا 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 اديله انذار. لا تمام. صح تمام. عارف هالاند لما كان الناس كلها ترمي التيشيرتات وهو راح اداها للراجل؟ اه صح. عشان ما خدوش. صح طيب صح ماشي. نهار ابيض مخي واقف. انا لحقت الشكل اخر واحده. لحقت الشكل اخر واحده. بس اكتبش هادي. استاذنكم في الاعلام. اتفضل يا باشا. عشان نلحق الحلقه الجايه فعلا. ما ترميش يا عم. اتفضل يا باشا. اتفضل. الله يكرمك. صح. لازم راجل محترم. بعد ايه يا باشا؟ هو مش بيعمل لك حاجه يعني. عادي عادي. ولد عبد العاطي كتب شريف. شكرا. وحضرتك كتبت شادي وانت كتبت شهاب فكل واحد ليكم 10 نقاط. بنت حضرتك كتبت شاديه وانت كتبت شاديه وانت كتبت شريفه. فده ان ده اللي يدل على الذكاء او ان احنا بنحن للماضي. يعني جيت لي في شادي انا الوحيد اللي كتبت. الجماد حضرتك كتبت شباك وانت كتبت ايه يا باشا بقى؟ مش فاكر. ايه بقى شويله ده؟ شوايه. شوايه منطقيه. طيب يبقى ده 10 10 شويله. وانت كتبت الشرفه. حلوه جميله. لغه عربيه. الحيوان. الحيوان حضرتك كتبت يا باشا شيتا. ماشي. فصيله من فصائل. لا يعني واسمه الفهد. شيتا ده بالانجليزي. بالانجليزي ده فعلا. فعلا انت هتعمل فيها خريج لسه ما استحقهاش صراحه. خلاص شيلها عشان انا ما بحبش التحايل. انا لسه ما قررتش بس اخليها على جنب. انت كده كده كتبت حرف شين اصلا فانت بره الحسبه. صفر. انا كنت بفكر. وانت باشا كتبت ايه؟ شرنقه. ايه ده؟ ايوه ايوه ايوه. حشره وفعل. صح 10. طيب نبات او نبات او اكله كتبت شبت. ماشي. إيه ده 10 ايه ده انت 5 يبقى معاه. وانت كتب حرف الشين بس منورني. صفر. مش سايب حاجه فاضيه. لا لا البلد ايه؟ انت بلد ما جتش وهو بلد ما جاش. وانت كتبت في البلد ايه بقى؟ شيشان. شيشان. دي بلد ولا لا؟ دي بتبقى نوع اكله على الشوايه اللي انت كاتبها. طيب كده 10 20 30 عبد الرحمن. هو كسب يا باشا. انت 25 فانت كده في الخنتريش مناني. وكده عبد العاطي هو اللي كسب وتذهب النقطة إلى عبد العاطي. سريع كلام بصراحة. طيب كلمات المعكوسة بقى. مش أخو. طيب خلينا نروح للمعلومات العامة. ونقول أول جامعة في العالم اتبنت فين؟ في مكان عربي. صحيح. في مكان عربي؟ صحيح. 5 4 3 ماينس. والله كنت والله كنت اقول حلوه 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 والله. ام الدنيا مصر. ماينس انا عشان ملزق. ماينس كان عشان تلزيق برضه. كل الجامعه دي ما بقتش من بدري. يا نهار اسود. ايه طيب اول جامعه في العالم اتبنت فين؟ حاسه صنعاء مثلا. حاسه حاجه كده. بيروت الكويت صنعاء. عارف انت حد عنده اجابه؟
سوريا ماينس ترك. حلوه قوي. لسه كشف البيو اي معلومات العامه بتفشخني. انا كمان حلوان بالنسبه لي ادم جماعه في معهد الفراعنه المباني بتاعتها ادم مورن اكاديمي قديمه فشخ. ها اذا ما حدش عارف وهي دوله المغرب. الكلمات المعكوسه مره اخرى يا اخي بلاش كلمات معكوسه. العالم العربي ولا في العالم كله؟ نعتذر لكم فيه واو فيه واو سين لام يه فيه فيلسوف صح. هو مرض او مرض على الصباعي راح يا عم المصحف الصباعي راح شط جدع عليك شكرا. النوع اللي جاي هو نوع أكلة مكسيكي فما هو؟ في مليون أكلة مكسيكي. خمسة على بقى. أربعة كده ولا كده؟ تلاتة تاكوس صح يا جدع. كنت جالك بوريتوس بعدها على طول أستاذ مروان. هدندن أغنية وتقول لي من فيلم إيه؟ ده أنت منوع ومختلف السنة دي وأنا بشكرك على جرأتك. حلو سنوات عشان بدور على الريتم. هاي دندن ايه قول تاني كده بالراحه. انا هات الطبق اعمل كده ماشي. تترترترترترتت ها طب واحده واحده صحيح. فيلم ايه بقى اللي ده يجي مره؟ خمسه اتجنن كده. اربعه احمد حلمي. طيب في احمد حلمي صحيح. ثلاثه بتساعده ليه؟ طيب الظرف. اربعه اسمه ايه المعمور؟ خمسة ماينس. قاعد مكرمة. قاعد مكرمة. انا ايه اللي قبله؟ خدت الماينس يا باشا. اداك الماينة دخلته. بيعمل الريموتات كل مرة. ضرب اللندة. ضرب بيعمل الريموتات كل مرة. اصل انا غنيت الاغنية وقلت احمد حلمي. عامل ايه تاني؟ النتيجة اصبحت حتى الان اربعة خمسة ستة. ماشي بعد ما نزلت كل باكن جيم. حلو. باكن جيم. في فيلم. كل مرة تعمل في فيلم بنك الحظ. عربية ابو اكرم حسني. كان اسمها ايه؟ على اسم ال على اسم الرقاصة. خمسة أربعة مش فاكر مش زيزي مصطفى. تلاتة اتنين واحد ماينس خمسة. يس اقول أربعة سامية جمال. صح. أنا كنت أقول ميمي جمال. حلوة. ميمي جمال مش رقاصة. ميمي جمال مش رقاصة. الحمد لله أنا بحب ميمي أكتر أصلا. أوريكوا علم وتقولوا لي لدولة إيه؟ يلا بينا. برا عنانيك. التاني كان شبه هو ده. أنت إيه نفس العالم ده ظهر لنا قبل كده بس أحمر. بس أحمر أنت إيه ده؟ مين هو أوش؟ الهندوراس ماينس. يا جدع صومال. صح. آه. جدع حلوه دي قوي. وجود الشخص ده انا برافو والله. انت غشيتها؟ لا لا غشها. ما اعرفش حد هنا غش من مين يعني. انت متعلق فشلك على حد؟ ما اعرفش. انت رميت مجهودي الشخصي دي فشلك. انا مجهودي الشخص بحر. أربعة ستة خمسة. الكلمات المعكوسه مره. انا لسه اربعه ليه يا كوتش؟ مش بقى لا ما انا متفاهم يعني. متفاهم. انت شخص متفاهم عاده يعني. ايوه صح. ماينس. طب ليه يا اسطى انا بسالك؟ انا بسالك انت متفاهم يتميزني ليه؟ طيب هو انا مش حكم يا بجد؟ والله انت جاي عليا قوي كده. الماتشات في الكوره والله جاي عليا قوي. لا لا مش بيقول له كوتش في ايه ولا بيقول له ايه يا حاج؟ بيقول له يا كوتش. صح. اهدى الراجل ما شاء الله عليه فورم اهو طول بعرض. الكلمات المعكوسه ط ي ح م طبعا. صح. انا اسف. طيب لقمة سعيدة والله. في فشخ الراست الاول اللي مع طيب. كام سؤال عام يا ما انا مش عايز اقول لك عشان اثبت الفكره كده. كام كام 96. طيب يا عم. بس طيب. انا والله عمري ما كنت هو اذا كان ده الامتحان. طيب يا باشا يعني. عمري ما كنت شاطر يعني فاهم. اه والله بجد ده حقيقي والله. الاكله اللي جايه هي اكله بالنسبه لي هي لزجه تتعمل في طواجن فما هي؟ كوارع. صح. شاطر جدع. ايه ده تعيش والانبوت بتاع بتحط عليه اللبن ده غيرته. ماشي منك نفسك بس براحتك يعني. شفت بقى. طيب حكيمه. طيب عايز اسمع اغنيه للفنانه سميره سعيد. اتفضل. اويلي بيك اوي قلبي عشان يعيش. صحيح. بس ده ولد كان بيجيب لك بالدندن وانت مش عارف. تمام. عجبني الاداء ده. الاي اي محمد عبد العاطي يغني لسمير سعيد. والله العظيم حاجه ما صدقهاش عقلي يعني.
كلكم توقعتوا يوم ورا يوم، كلكم توقعتوا يوم ورا يوم. خلي بالك يا باشا الكبده دي صح الصح. ايه بقى انا كنت اقول ايه من فيلم ايه صح؟ معرفش. ها هتقول انت ايه بقى؟ الليمبي. صح صح ماشي صح. ايدك كتير قوي النهارده يا اسف. لا خلاص يا باشا تعنيف تعنيف عارف اللي هو ما بقتش حس. طيب خلينا نروح ل هي في اي دوله توجد لوحه الفنان فان جوخ ذا ستيري نايت. اللي هي الزرقاء. ما اعرفش ده الراجل عنك. ايوه تتواجد في دوله ايه او مدينه ايه؟ جبت دي او دي هعديها. افتكر سبها اخر مره فين. ما اعرفش سبها اخر مره فين. قرعة يا عم بجد. قرعة بجد. في اي دوله؟ سوسن بدر. ممكن سوسن بدر بتجي على اي حاجه من الحاجات دي. فردوس عبد الحميد برضه تيجي. فردوس عبد الحميد السودان. في السودان ده راح فردوس عبد في السودان. هولندا ماينس. قلت هخطفها كده. فرنسا ماينس. كرة. ايوه حلو ده خليك جنبي. خش بقى ما كلنا مش عايز مشاكل. اتفضل يلا يلا خش. كل واحد خد دولة. هو انت ايه شطان؟ خش. ما تدي هنت كده يمكن يدي هنت. ماشي خش بقى. انت ايه؟ بس هبص يا عم انجلترا ماينس. يلا صوت كده. وجع في الفخ. وجع. طب مين حد عنده اجابه؟ مش صح. عارفين. طلعنا بقى اذا الكلمات المعكوسه مره اخرى بقى من حاجه. هي فين؟ كانت امريكا. كانت امريكا عادي كده منتهى. ده مكان عادي جدا. طيب الكلمات المعكوسه عين ر ت خ ميم. قول تاني. عين مخترع. صح. ايه ده؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ اول كلمه شفت قلت لك بتترجرك شايف الموسم بعد كده جو. انا لخبطتني خالص. انا الحلقه الجايه هبقى ور لخبطتني خالص والله. مكان بنروح له علشان نحلق فما هو؟ حلاق. صح. دورك. صح. مخ بيوقف الحاجات السهله قوي. ايوه بس حاسب حاضر ايدك. انا اسف. معتذر جدا. معتذر جدا. باظناش الديكور بقى. انت مش شايف الصرف؟ حاسس ان انا قاعد لا في دريم بارك 2006. لا بس اشمعنى؟ عشان الوان كتير منتج. فايوه على كلمه كده تبقى رد فيا. دريم بارك شايف ايوه فاهم. والجراز اللي ماسكه. لا ما شاء الله ربنا يزيدك. دخل لي كلمه. حاضر. الوقت في في كلمه مشهوره في اغنيه مشهوره. يا لهوي ساعات الوقت. انت فين دلوقت؟ ما انا كان ممكن اقول دلوقتي بس مش دلوقتي. غير دي دلوقت. ماينس. ساعات الوقت بيا. مش عايز اسمها كده. صح. جرح. لا يا اسطى ساعات الجرح. مش الوقت. في التلكيك. شو التلكيك يا باشا؟ الضمير اللي صاحي ده نور الشريف حضر المتهم ابي فجاه قاعد بيتكلم ابوه كان عداها يا الوقت. لا لا تقصد ايه مغلط؟ استنى في اكيد اغنيه فيها الوقت. استنى استاذ وائل وصاني لان الكل ضحك على الافيه ده فهيرجع للنقطه اللي خدها ونقصها. استاذ عبد الله العظيم انت راجل زي العسل. ماشي والله. ايه عسل انت كنت هتضحك. انا عايزين ايه في عشان يكسب. اديله نقطه. لا هي ما كانت مره. حد هيعرف يدخل الكلمة دي في أغنية مشهورة ولا نتجاوز؟ لا لسه أكيد سهلة قوي بس أنا مش عارفينها. طيب أكيد في حاجة سهلة. ثواني. حد برا عنده أغنية؟ لا طب استنى بالله عليك. استنى بالله عليك. خلاص مش لازم. هقوله في ودني. فكر أنت مالك بيه. طيب. بتاعت مين؟ ما يعرفش غير عمرو دياب. بتاعت مين؟ طيب اذا محدش عارف وهي عامله ايه دلوقتي ومين هون عليها ايه الفرق مين هون عليها الوقت هون عليها الوقت ايوه صح انا كان قصدي حاجه ثانيه. طب شفت بقى ان قمتك دي بتعمل بلبله حلو قوي بصراحه. نقطه مستحقه. نقطه لعبد الرحمن ومستحقه عن جداره واستحقاق. طيب استاذ اشفر في الوقت الاول في الوقت متشفيه لوحدها كده ايه اللي حصل. لا زي المره الاولانيه بقى. ماشي جليل بنفسجي المره. بسم الله الرحمن الرحيم. خطك روعه. الله يبارك لك. اتفضل يا استاذ. هذا هلاشملكم. توكلنا على الله. هنرسم. هنرسم ليه مش دي ليه؟ كا
كانت بقى. ماشي. هنرسم. بياني. عايز كل واحد فيكو يرسم لي سفينة. فضل. سفينة. ماشي. ايه يا عم بسأل. سفينة. بالضبط. سفينة في البحر. عامل البحر الاول. خلصنا يا باشا. عشرة. تسعة. تمام. ايه يا باشا ده هو كده ما مش هينفع. هو رسم بسرعة هو حر ممكن يبقى يرسم غلط برضو. وريني يا باشا بعد اذنك. وريني يا استاذ. وريني يا حضر. ايه يا استاذ ده؟ ايه ده كمبوت ده ولا ايه؟ طيب. هتعرضهم امام الجمهور. اه يا سلام يا سلام. خلاص مش واحده بيبكيني طبعا. فن تبكيني. لو كده استاذنها يعني. ايه ده يا باشا؟ طيب دي رسمه عبد العاطي انا بوريكم وهي اقرب لبحر وشمس ومركبه وبتاع. دي فلوكه. وجه الحسن انت عملت شمس وبكل ده. دي وجه الحسن رسمته. دي فلوكه مع شراع كده تمام مع الدي. واحده بيبكيني. طيب لو هنا ده الفن التجريدي لان انا قلت خلاص السينما النظيفه مش عايزه. انا قلت سفينه وبالتالي اعتقد انه الرسمه دي لا توحي لاي علاقه بسفينه. دي بتاعت مروان. طب معلش 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 امتى شفت سفينه مستطيله هتمشي ازاي في البحر؟ اللي كومودينو اللي انت رسمه ده كومودينو هتمشي ازاي يعني؟ طب انت دلوقتي انا عندي سؤال. انت قلت هترسم البحر. شفت البحر بتاع بعاطي؟ ما شاء الله مموج. لا وفي افق وعاملها بعيده شويه. ايه بقى البحر الخط السطح؟ خلاص يا اسطى انا بره البحر الميت. طيب حلو وائل ادي ايه ده صاحبي ده؟ ايه يا باشا الدرجه دي حاله خطيره؟ ايه يا استاذ؟ لا. طب وبتتريق عليا؟ لا لا دي مش انا فهمت. عارف الكوره اللي بتبقى في الساحل دي اللي هي بتخش جواها بعد كده تلعب سوب سكر؟ هي دي اللي ورا. طيب يعني اعتقد بشكل واضح وصريح النقطه معروفه راح لفين لمحمد عبد العاطي. بحب اشكر الفنان فاروق حسني والفنانين خدت بقى كورسي. النتيجه اصبحت 6-7. يا نهار اسود. الكلمات لا مش الكلمات. 3 ماينس يا عدو المنطقية مش الكلمات. لا انت ما تموت انت وتزنق ايدي ما اعرفش. من اول الحلقة في حاجات انا كنت زنق بتشيب. ما هو الكوكب الملقب بتوأم الارض؟ الايه ايه الكوكب الملقب بتوأم الارض؟ طبعا عارف التتنامي انجليزي التوينز يعني بتاع. لا اله الا الله. هل انا بعد اذنك ايه القمر. بقول لك الكوكب هو القمر كوكب دي ماين. بقول لك ايه بقول لك ايه بالله عليك بقى تدوقه. لا يا اسطى دي لا 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 دي اي كيو. ماشي انا افتكرتك بقول كوكب مش المجموعه الشمسيه او مجموعه هو ده اقرب حاجه للارض معروفه المعلومه عندي كده ماينس. المصحف بيقول لك القمر زي الارض. ده انت القمر فعلا. ممكن الناس تعيش في يوم من الايام. قال عمرك ما سمعت الناس هتعيش في المريخ. ماينس. اشكرك بس كده جت طمنت على اللي جاي من حياتك. ايه اللي حصل طالما ماينس؟ اصل ليه مش الناس مش كابتن انه ايوه والمصحف اقرب حاجه لينا كايه بقى؟ هو تمام. قال الناس هتعيش في القمر قدام ممكن يعيشوا في القمر لكن ما سمعتش عن حاجه مثلا ممكن يعيشوا في المريخ. لا ما هو ده اللي خلاني اقول. دي ما سمعتهاش. ده اللي خلاني اقول الناس طلعوا في القمر. حد طلع بلوتو حد طلع محدش طلع المريخ. لا الناس طلعت ما اعرفش والله. ما تعرفش والله ما حدش بلغك يعني. ايلون ماسك راح من وعينا المريخ. ايرون ماسك راح عيني هناك. انت كنت فيك كنت ساعتها مش موجود يعني. ممكن عادي ما بلغش. انا هخرس يا استاذ محمد. الكوكب الملقب بتوأم الارض ما هو؟ زحل. ما تدوس طب تقولها كده. لا انا حاسه قريبه من الصح. انا قلت لك على الاستوائيه المحيط الاطلسي ما صدقتنيش. خش على زحل هتلاقيها هي. لا انت قلت لي برضه لبستني في المتحف فده دورك. انت ممتنع عن الاجابه. احنا كلنا عجبنا خلي بالك. انا فاهم يا عم. لا 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 مش لدرجة انك تصعد الموضوع. لا ما تصعدش الموضوع. انا ولا بجيب اخوه. انا مش قصدي والله. خش مش قصدي مش قصدي خش اخبط. لا والله ما حدش عارف. خمسة مش عايزين. اربعة تلاتة اتنين واحد راحت وهو كوكب الزهرة. الحمد لله. طب كويس. الكلمات المعكوسة مرة اخرى. بقت كلب ما خدتش بالي. ت خدت بالي. الف سين لام يه الف نون وهي كلمه مكونه من جزئين. نايل سات. صح. اشكرك. ايه ايه نايل سات. نايل سات. لو سالني على ميلودي هقول لك جاوبك انت. نايل سات
النايل سيت ماشي. انا اسف والله اعمل ايه طيب؟ لا انا مستغرب. الحاجه اللي جايه حاجه مسكره. في حاجه وصفاتي؟ لا يا باشا تمام. الحاجه اللي جايه هي حاجه مسكره. انت ولا ايه؟ لا مش هديله نقطه لان انتوا الثلاثه ثلاث ستات. حلو. فانا ما حبيش لحد على حساب نقط يعني. قصدك الحاجه المسكره دي البعض بيحطها على الشوفان والبعض ممكن يحطها في الزبادي. فما هي زبادي؟ عسل. اللي بيتحط في الزبادي بيتحط في الشوفان. ماشي يا عم صح والله منطقي منطقي. كنت هتقول كده ماشي. دخل لي كلمه خلصت؟ اه طبعا طبعا. دخل لي كلمه عمري في اغنيه مشهوره. عشت عمري قبل منك يوم. لا لازم بعد. واما جيت لي تاني حصل ايه؟ عشت كله في يوم. الله اكبر عليك يا عبد الرحمن. والله مش محتاجه دي والله. ما استغفر الله. غني انت عمري للفنانه فاطمه. والله انت ايه ده الفنانه؟ حلو والله العظيم. عادي وريني كده السكور. وريني السكور. فاطمه دي وديتها قناه المولد انت يعني. خلاص ايه؟ لا ايه هي حلوه طبعا. طب عشان قله ادبك بقى لحظه واحده. لحظه حلوه طبعا. عاد ياخد النقط على الافيده ولا يا استاذ مهند؟ ادي واحد. نبيل منير ثلاثة. حلو قوي. ياخدوا أربعة النقطة يقصده يعني. خمسة كده كده خلاص. رأيي أنا ونادر مش مهم. وياخد النقطة على الإيه؟ على راسنا ضيفنا على راسنا. ثلاث سبعات. هاي كل واحد فيكم سبعة. طيب والله حلقة جميل يا تنافسية. طب وزنها خصمت ثلاثة في حاجة تشحطش بقى. ممكن اخنقك كده. الجملة اللي جاية من فيلم ايه؟ عايزين كشكول المحاضرات بتاع عبير. مش عارف ده عادي دي تتقال في اي حتة دي يعني. مش عارف خبايا في حلوان دي في اي حتة. ايه ممكن تبقى ايه؟ والله في حاجات كتير. كشكول بتاع عبير. عبير دي شخصية عامة مهمة في الفيلم يعني. ده سؤال؟ معرفش. اللي قادر استنتجه ان الفيلم فيه جماعه رقم واحد. حلو قوي ده. كويس فاهم. كلم ماما. بات موتوسيكلات. يا لهوي على القرف. لا ان شاء الله كده عمر عشان معانا كده. كلم ماما. طب ما دوست وارد. كلم ماما. هتندم لو حد كلم ماما غيرك. والله لازم يحسبك حاجه. لا لا عادي عادي. انت تضيف على راسي. لازم حبيبي والله لازم. خش انت كلم ماما. لا لا خش انت كلم ماما. لسه مكلمه. انت لسه قايله لي والله. لما توصل ماما خليك كلمني. ده باشا انا بره عنانيك الموضوع. طيب حد عنده اجابه؟ صعب. خليك شجاع. صعب صعب. اخبط كلم ماما. انت كلم ماما بتاعتك. اشكر معاك. انت اللي طلعت بالفكره صح. بتاعتك والله العظيم. ما شاء الله. كلم ماما بسرعه. ده فيلم صعب يعني. مصحف ما مكلمش. كلم ماما بسرعه. حرام ده 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 عقوق ده. خمسه. خمسه. اربعه. مش هتعدي. عادي جدا. لو قال لك كلم ماما تتضايق قوي. تحبه سهل؟ انا ما بكسبش اصلا. ممكن. عايزنا سهل؟ ممكن. عايزنا سهل؟ ممكن. عايزنا سهل؟ حاضر. وهو فيلم للفنان علاء ولي الدين. ناظر. ماينس. كشكول وعلاء ولي الدين مش الناظر؟ عبود على الحدود. صح. صح. ايه ده؟ صح صح. يا نهار اسود. ايوه. هو قايل الهند ده عشان عارف ان انا هقع فيه. بيعمل لي حفره. مين اللي بيعمل لك حفره؟ هو فاضي يعمل لك حفره يعني؟ الدرجات دي مش طيب. اذكر لي اذكر لي خمسه مدن ايطاليه. اتفضل. نابولي، روما، ميلانو. البندقية و ثلاثة اثنين واحد. فلورنتينا. ماشي في الدوري بس ماشي كده. فلورنس، نابولي، روما، البندقية، ميلان، نابولي. يا ولد يا ولد. خلاص يا استاذ حازم الكديكي. خلاص كفاية كده. خلاص كفاية. فلورنتينا بقى. هي فلورنس. النتيجة أصبحت 8-8-7 7-7-7. إيه ده؟ برضو؟ أنا ما بتحركش. الكلمات المعكوسة. أيوة لعبتي. ف شين ت كاف ميم. ف شين شفي شفي. انت لما بتكلم نفسك زي المجذوب كده انا بطلع. هي دي التكنيك. انت بتعرف تحلها ازاي؟ فيه مش تخش حليت واحده. هقول لك خلاص بقى. والله انت على الكورس اللي بتدولي ده. عمل فيها ماستر. عمل فيها ماستر عشان حل واحده غلط. قول قول عمر. هقول له يحلها. فيه هتقول اف شين شف ت شف كاف كفتش ميم
مكتشف صح. إيه شفت قلت لك يا هات اسمع كلامي. ايه ده ايه ده انت بتحلها انت لوحدك يعني بتلخبط يعني انا سيبني فش خمسه اللي قلتها لي وانت جمعتها. يلا شو عايز اكسب الحاله دي بالحاجه الحاجه اللي جايه بتتحط في الاكل وما بنحبهاش وبنلبس حبهان يا جدع سهل قوي مش يا صباعي عاطي عايز اسمع اغنيه للفنان رامي جمال. انا مش كذاب واسال ميس مره 100 مره اسال ميس مره كذاب واسال ميس مره ولا كان افيه انا مش كذاب واسال ميس مره ده افيه المفروض كان بيغنيها مش بتغنيها طبعا بس كذاب واسال 100 مره اسال 100 مره بس انا غلاب عدى بلاد بر عدى بلاد بر اموت لو تامر عاشور في الاخر وده مغني لا رامي جمال صح. بفكرك انك لو جبت النقطه دي مع مروان هتبقى 9 هيبقى اللعب على 2 هاي وانا راق قوم وابشر خلاص كده خش معانا اوصل لتسعة باشا لا 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 تصعدش الموضوع ليه دايما بتاخد الموضوع دايما في خطوه زياده يعني ممكن تمشي عادي صح انا ليه انا ما بعرفش انا لو همشي لو قمت على يما اقعد على الجرد بس كبرت الموضوع ليه بديوس عمرو واكد حلو عايزك بس تبص على وشه وايه اللي هيمنتج شو اللي يقولوا ما منتجش انت اصعب حلقه في تاريخ عمرو واكد كان فلسطيني في فيلم لحظه واحده انا ده السؤال اصلا طيب تمام اصحاب ولا بزنس ماشي كان اسمه ايه جهاد الفلسطيني صح حلو 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 قوي اخوكم جهاد الفلسطيني ده قال هو قال يعني جهاد جهاد صح اللعب على 2 المعلومات العامه ارجوك انا كمل لعب برضه انت معانا يا باشا مفيش حاجه ماشي المعلومات العامه الحلقه دي ماشي ما هي اكثر الدول المنتجه للبندق 5 انت دوست على الاسطوانه والقطنه دوست على 3 ترد على البندق دوك دوك 2 جيبوتي ماينس طبعا ما هي الدولة أكثر الدول إنتاجا للبندق؟ هي ما فيهاش ريسكات أنا مش عارف أصل هو حاجة أنت عارف يعني بص أنا شفت الواد كوريا فشلت كده كوريا ماينس ده راح في الشنطريش مناني طب ليه قول لي قول لي كنت بتقول ما تسرحش قول لي قول لي تعال اتناقش يا الله شفت الواد يا الله شفت واد بيتكلم على طبعا ان ان البندق في ايطاليا استنى قول طب قول ايطاليا قول ايطاليا انت فاهم في ايطاليا قوي انت جبت خمس مدن في الفندق البندقيه دي كانت في ايطاليا يلا ايه هتصدق يلا 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 ايطاليا ماينس ايه يا عم اسمع البندقيه عندهم فيبقى عندهم بندق فيبقى عندهم بندق طب امال البندقيه دي مش مالهاش شكل البتاع شكل البندقيه نوتيلا ولوكر كل الكلام ده فيه بندق ما بيجيبوه من هناك منطقي قوي انا بحب الفطريه انت فاكر والله العظيم والسودان هيبقى عندهم سوداني صح صح ما هي نفس بعض خلاص عذرش بيني وبينك نقط طيب كده عبد الرحمن لو جاب النقطه يكسب لان انت نزلت 8 وهو 9 وانا وانت حبيب قلبي 5 باذن الله الله يكرمك الله يكرمك كنت كويس انا مش عارف اللي حصل ها حد عنده اجابه لا ما ترسكش تاني انت بالتحديد انا خلاص هخرس عندك اجابه عبد الرحمن للاسف استاذ عبد العاطي ينتهي هذا السؤال وهي تركيا ماشي والله كان ممكن نفكر كسرات وملبن وكده الكلمات المعكوسه مره اخرى ليه بالراحه بس مبروك عبد الرحمن بالراحه بس خليك شيك ته مربوطه ته مربوطه ي اي يا جماعة والنبي اللخرس اللي جنبي عشان زمايله يتفكروا بس معلش خليه يجاوب في لجنة خاصة عشان بس ما يتعبنيش كان اسمه ايه اللي مع محمد رمضان في ابن حلال ده مسكر تيه مربوطة الكلمة دي مكونة من كلمتين تيه مربوطة يه سين ميم شين تيه مربوطة قاف ألف ط القطة مش مشية حلوة بس شيء صح ديله نقطة واحد
انا على شقه الحلوه خلي بالك. بيقول حبيبي يا وائل شفت اديت له النقطه. انا وائل واحد طاقة الشمسية صح. لا 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 ايه يعني ايه طاقة الشمسية وعمل لي ستاند اب كوميديا. بس لحظه واحده انت قلت لي ايه؟ طاقة شمسية. كذاب وغشاش. لو تحاولت لو تحايلت على القانون. لحظه واحده ارجع للجنه التحكيم. لو تحايلت على القانون ممكن يرضى والله. تعدي تعدي يا باشا. انت بتسال واحد عايز يخلص الحلقه عنده حلقات عايز يسلمها. لا هي صعبه. تعدي يبقى لو استثنينا مهاب فكده اتنين يعدوا. ها تلاته يعدوا. تعدي مش محتاج رايك يا زمرد مش فارقه. ويفوز عبد الرحمن محمد بهذه الحلقه بنتيجه 10 8 6. انا خسران هنا مرتين خلي بالك. إيه؟ انا خسران هنا مرتين. كبرت الحمد لله. اه والله العظيم والله العظيم الحمد لله. انا اسف استاذ عطيه. قوت النحو وحش فيزياء استاذ عطيه والله. بقى انا عيد استاذ عطيه اروح انا بقى تقدر تتفضل. حلقه خلصت يعني. اتمنى تكونوا مبسوطين يا جماعه. الحلقه عجبتكم اولى حلقات كازينو الالعاب. الحلقات اللي جايه اتمنى تكون بنفس القوه. قولوا لنا في الكومنتات الحلقه عجبتكم ولا لا. قولوا لنا وتوقعوا مين الضيوف اللي هنجيبهم ان شاء الله في الحلقات القادمه. حلقتين كل اسبوع لحد ما اخر رمضان ان شاء الله يخلص. نشوفكم على خير. وبنفكركم لو عايزين تشتروا اللعبه يا جماعه هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن. خشوا اشتروا لعبتكم دلوقتي. وبسيب لكم كمان لينكات عطي اشتركوا عنده في القناه. عايزين نوصل 3 مليون سبسكرايبر النهارده ضروري. اه وعبد الرحمن محمد اشتركوا. انت ما عندكش يوتيوب اشتركوا فين؟ بس ممكن على قناه بودكاست برودكشن. بودكاست برودكشن اقوى بودكاستات موجوده دلوقتي. تسقيفه ليهم يا جماعه. سلام. انسان لابس نظاره. انا اسف والله. خلي بالك انا الحلقه دي عيدها في البسمله لو عايز تيجي. الحلقه اللي بعدها جد. نشوفكم على خير. وكفايه رزعه قوي لحد كده. كفايه رزعه قوي ايه؟ انت مدخل القنوات في بعضيها. بقالي سنه ما جيتش. كفايه لعبه قوي. كفايه لعبه قوي لحد كده. شكرا.